بعد ما توديني المستشفى. دلي بابايا على مكاني. طب ما نروح ونسيب بهجت في شغله احسن. بهجت مش هيرضى. ارجوك يا معلم انزلي في محافظه الغربيه واسالي في اي بلد على حمد الغرباوي. نروح له فين بس يا كتير؟ في اي بلد. انا اول مره نعرفه ان ليكي اب. ده انا كنت فاكراكي يتيم. لا انا ليا اب وكل حاجه. اسمعي بس انزلي في اي بلد زي ما بقولك وقولي له سامحني ودلي على مكاني. اي بلد؟ طب يلا الحقيقي. يلا يلا يلا. عملت ايه يا ابو علي؟ سبت له خبر مع خميس صاحبه اننا نقلنا مراته المستشفى عشان يجي لنا على هني. طب بقول لك ايه؟ تم جميلك بقى يا اخويا وروح بلغ ابوه. هو بالعقل ولا بالجنان يا ام علي؟ ده المحافظ نفسه له بلد بيقعد فيه. هروح انا اسال عن واحد في اي بلد؟ طب تدينا عنوان، تدينا اماره، تدينا اشاره. معلش خليها عليك انت شويه. البنية تعبانة ونفسها تشوف أبوها علشان يسامحها. أمر لله. هنزل طنطا ويمكن ببركة السيد البدوي أعطر فيه. بس ده اسمه كلام يا ناس. أمشي في الشوارع وأقول يا حامد يا غرباوي؟ أضحك الناس علي؟ انت حامد الغرباوي؟ انا ابن اخوه. نبت عم فين؟ هي وصتنا اقول ابوها بنفسه. طب تعالى معايا ده هيفرح قوي. تعالى تعالى. قلت ايه يا كبير الغربيه كلها؟ بلدنا نفسها تتشرف بيك وتشتري ارض فيها علشان نتباهى قدام الناس ونقول حامد بيه الغرباوي له ارض عندنا. ما توصل بك يا عاصم بيه. عندكم كام فدان؟ احنا لمنا له من كبارات البلد 30 فدان حته واحده، وانما ايه كلهم على الترعه البحريه واللي يدفعوا احنا موافقين. ايه رايك يابا ناخدها؟ اهل شنين نفسهم يتشرفوا بيك. وانا ما بيعش حد شريك. اشتري منهم وادفع لهم الطاق مرتين. ربنا يخليك لنا يا كبير. وابن الاهل البلد جامع كبير لاجل ما يعرفوا اني بقيت واحد منهم. ربنا يخليك لنا يا حامد بيه. مع السلامه يا رجاله. السلام عليكم يا كبير. وعليكم السلام. متشكرين يا حامد بيه. عم حامد. عم حامد. في ايه يا عثمان؟ ناهد بتولد في المستشفى يا عمي. ناهد بنتي. ناهد هي محملاني امانه اقول لك تسامحها. عاوزاه عايزه تشوفك يا حاج. يا اسامحها على ايه ولا ايه؟ دي عصت اوامري وخرجت عن طوعي. يابا ناهد اتجوزت على سنه الله ورسوله وهربت مع جوزها مش مع حد غريب. المسامح كريم يا عمي. واني خلاص سامحتها. المهم انها ترجع البيت وتنوره. العيب مش عليها يا عثمان، العيب على اللي غواها وشجعها تهرب من بيت ابوها، وده حسابه معايا انا. لا محدش يمسه بكلمه. هاتهولي هنا وانا اللي هحاسبه. لازم اصفي دمه نقطه نقطه. الله الله انتوا هتخوفونا ليه يا جماعه؟ انت كتر خيرك بلغتنا وجميلك ده هنكافئك عليه بقيه عمرك. اللي هيجرى بعد كده انت مالكش صالح بيه. يلا يا عاصم روح هات اختك وجوزها وما تتكلمش مع حد فيهم كلمة واحدة. فاهم؟
أمان عليك يا عمي تسامحهم، دي ناهد اللي ما عندك شغلة منهم. يلا يا عاصم روح هات أختك وجوزها واكرم الضيف ده. أوامرك يا عم. اتفضل. كده برضو يا ناهد تخلي نصاب زي ده يحكمك وتبيعي اهلك وناسك؟ معلش ملحوقه. سامحه يا عمي، سامحه عشان خاطر ناهد الغالي. عمري ما حبيت في دنيتي قد ناهد، يجي الملعون ده ويخليها تبيع ابوها وتحط راسه في الطين وتهرب معاه قبل جوازها منك، قبل جوازكم يا عثمان. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا عم. تسامحهم؟ اسامحهم ازاي؟ اسامحهم؟ بتزغلط على ايه يا امال؟ فرحانه، فرحانه اني نهت بنت عمي، ربنا نصفي. اكتمي خالص، ابويا لو سمعك كان قطع لسانك. مش كفايه الفضيحه اللي خارجه بيها من البلد والعار اللي شايلته لنا؟ يا اخويا ابوك لو طال يرقص كان رقص. اي والله اني اضرب فرحته. ابويا دلوقتي ما بيفكرش الا في حاجه واحده بس، ازاي ينتقم من بهجت. ايه انت ام ايه وبتاع ايه؟ ابويا الحاج ما فيش اطيب من قلبه. اي والله العظيم تلاقيه دلوقتي نسي من زمان وفرحان ونفسه ياخدهم في حضنه، ناهد وجوزها والواد اللي هتولده كمان. الغرباوي زي الجمل يصبر كتير لكن عمره ما ينسى طاره. انا نازل اسكندريه دلوقتي، لو لقيت ناهد ولدت هجيبها وارجع على طول، واذا اضطريت ابات هبقى اتصل بيكي من هناك. سلام. هي المدام بتاعت مصر عرفت ولا بقول ليه؟ انت مراتي وهي مراتي يا امال، وزي ما قلت لك هقول لها. ابوك بقى قاسي عليا قوي يا رأفت، فاكرني هستحمله العمر كله، ما يعرفش ان انا استحملت الذل والمهانة علشان اروح لك. تعال يا حبيبي تعال. يلا يا حبيبي. ده كتير قوي ده حاجة غرباوي. كتر خيرك، الواجب ده ان شاء الله يوصلك مني في كل سنة. ربنا يكرمك يا حاج، والله كان قلبي حاسس ان ناهد دي بنت اصول ومش وشي بهدلة. لا قولي بهجت كان بيعامل ناهد ازاي طول السنة؟ الحقيقة يا حاج ما كناش بنسمع لهم صوت، لكن الشهادة لله كان دايما مجوحة، وكانت دايما تشتكي لأم علي من قلة الشغل وقلة الفلوس، وإن بهجت ده ما بيفكرش إلا في نفسه بس. والله يا حاج كنا بنعمل الواجب على قد طاقتنا. كتر خيرك، أنا اللي أكل بنت طاقة أكله العمر كله، وبيتي ده مفتوح لك طول العمر. يلا اتفضل انت. انا حاجة. مع السلامة يا عاصم. ايوه يابا. حط كل همك في اختك ناهد، وهو بقى اذا مرضيش يجي معاك فوته، انا حعرف ازاي اجيبه واسففه التراب. حاضر يابا. خلي همك في اختك ناهد وبس. اطمن اطمن يابا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت اللي قاله الضيف؟ سمعت يا عمي، والله ناهد وحشتنا قوي. بنت الغرباوي بتجوع، الغرباوي اللي بيأكل بلاد بحالها بنته بتجوع، والسبب واد ما استعنهوش كلاف. استاذ بهجة دلوقتي يا عمي بقى مننا وعلينا، ولما ناهد تخلف منه اسمه هرتبط باسم عائلتنا العمر كله. خلفة الندامة فضها سيرة بقى، واللي هيعمله ربنا هو اللي هيكون. يا ألف نهار أبيض، مبروك يا حاج. سكت أختك يا عثمان، أنا النار اللي جوايا تحرق بلد. طب وكتاب الله، أني عارفة أنك فرحان من جوه قلبك وقلبك بيزارت من الفرحة عشان اطمنت عليك. ما قلت لك سكت أختك يا عثمان. ما كفاياك كفاياك يا مرأفت. أنا طالع أوضتي، وأنت يا أمال عايزك تحضري أوضة ناهد كويس قوي، وتوضبي لها لقمة كويسة، ما هي برضو نفسة تتنفس في عزك يا حاج. يا لطيف، ده أنت لتاتة. أنت ما بتسمعيش الكلام ليه؟ عشان عارفة عمي كويس وحافظاه، فرحان وقلبه بيزغرط، بس هو يداري على الناس كده. ايوه، على قد ما هو فرحان على قد ما هو مقهور، ربنا بس وحده يعلم هو مقهور قد ايه. وانت يا اخوي فرحان ولا زي عمك؟ خايف. رجوع ناهد ده مش بالساهل، اكيد هيحرق الدنيا من اول وجديد. عشان معرفتش تتجوزه؟ عشان اتجوز التعبان لازم نقطع راسه قبل ما يبخ سمه فينا كلنا. اكيد يا بنت اللي كسر عنادك وخلاك ترجعي لي هو الشديد القوي. لكن ليه يا بنتي ما سمعتش كلامي من الأول؟ وفرتي على نفسك الهواء. لكن معلش، أنا مسامحك يا حبيبتي، والله مسامحك، بس ارجعي لي بسرعة. وحشني قوي قوي قوي. البقاء لله. اختك ماتت اثناء الولاده، احنا عملنا كل جهدنا لكن الامر لله. ارجوك تمسك اعصابك. امسك ايه؟ ناهد ماتت. طب اقول لابويا ايه؟ اقول له ايه؟ ده اللي يقول له كده يضربه بالنار. ارجوك يا دكتور، ارجوك اتاكد. ناهد حامد الغرباوي اللي ماتت. بقاء لله، شد حيلك، تقدروا تستلموا الجثه من المشرحه لان جوزها رفض يستلمها. خسيس ابن خسيس، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ اعمل ايه واتصرف ازاي؟ اقول لابويا ايه؟ اقول لابويا ايه؟ اقول لابويا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا عثمان، يا امال، انتوا يا بهايم ياللي عايشين معايا. نعمين، نعمين يا عمي. ايوه يا عمي، انا اهو. الدنيا اتمست بيا وناهد ما جاتش. حد يتحرك يشوف لي ايه اللي بيحصل. الطريق، الطريق يا عمي، ولا تلاقيها لسه ما ولدتش؟ ايوه يا عمي، ما هي اصل البكريه دايما كده بتبقى بتعوق. انا هقعد اسمع في حكم ومواعظ؟ اجروا اتصرفوا اتحركوا. يلا كلموا اللي اسمه عاصم ده، شوفوا لي هو ما اتكلمش ليه. كلموا كل مستشفيات اسكندريه، اعرفوا لي اتاخروا ليه.
اتحركوا يا مواشي. حاضر. حاضر يا عمي. حاضر. شفت؟ مش قلت لك مش هيقدر يصبر. طب قولي لي اعمل ايه دلوقتي؟ ايه؟ اسافر لهم اسكندريه؟ لا، اعمل زي ما قال لك، كلم كل مستشفيات اسكندريه عشان تعرف هي فين واذا كانت خرجت ولا لا. ايوه. طب هات التليفون، هات التليفون وسكتي الواد ابنك ده اللي عمال يعيط كان ميت وميت. التليفون. اتفضل. الف انا وشفا، بس الحقيقه انا مستعجل. اي خدمه؟ انا جاي ابلغ عن حاله وفاه زوجتي. الباقي في حاله. يا وفت ازاي وكان عندها كم سنه؟ ايه يعني كانت عيانه ولا يعني كان في حاجه؟ لا، دي ماتت موته طبيعيه، ماتت وهي بتولد في المستشفى. جبت جواب من المستشفى عشان اعمل لك شهاده الوفاه وتصريح الدفن. وانا هاخد الاثنين مع بعض. طبعا. اتفضل. الله، دول اتنين. امر الله. جواب لمراتي وجواب لبنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. لو سمحت ادينا البطاقه بتاعتك. مفيش كلمني. اتأكدت انها اختك نايم؟ خدها عثمان ودي لي العربية. انتوا رجاله اقلبوا البلد عليها وطيها، عايش بها كانت يندفن قبليها. كلها ساعتين ثلاثة بالكتير وحتترحم عليه. ده ما تجس عليه الرحمة. انا حسبقكوا على البلد وانتوا ما تتأخروش عليا. عايز جنازة اطلعوا فيها سوا والغربية كلها تحضرها. هيحصل غلاوتك بينا رجالة. يا خسيس. أبو علي استاذ ماجد، ايه اللي جابك دلوقتي؟ دول لو شافوك هيقطعوك حتت. خد ده تصريح الدفن بتاع ناهد، دي الغرباوي كأنك انت اللي عملته. وانت رايح فين؟ ما تقلقش عليا، الغرباوي مهما عمل مش هيعرف يعطر عليا. يلا سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. استاذ باجر ايه بحياتك؟ البقاء لله. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. لا استاذ باجر، لا دي مسألة تودي في داهية، وانت ابن بلد ومدردح وفاهم. معلش يا معلمي، والمرسي ابو العباس ما انت كسفنا يا شيخ. الاستاذ بهجة جاري وانا اضمنه برقبتي وعشمنا فيك كبير برضه. ارجوك يا معلم تساعدني، لازم اهرب انا وبنتي. حامد الغرباوي لو عرف مكانها هيقتلني. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت يعني كنت موتها؟ ده عمره مكتوب. ايوه يا معلم، انا لو سافرت عن الطريق الرسمي هيعرف مكاني وبرضه هيطاردني، لكن لو سافرت عن طريقك انت ممكن اعيش انا وبنتي في امان، وهو بقى يدور عليا جوه مصر. الامر لله وربنا يستر. ممكن بقى توريني شهاده ميلاد المحروسه؟
اتفضل اهي لسه مطلعها من ساعه. ربنا يخليها لك يا سيدي. طب تعال ورايا قول يا مسهل. شكرا يا خميس. الجنازة مش هتطلع من غيره والناس ابتدت تقلق. ابويا اتهدى يا عثمان وخايف لا يقع من طوله وهو بياخد العزاء ودي تبقى كبيرة قوي. ربنا يستر. خلي بس ينزل احنا هنقف جنبه. انت على يمينه وانا على شماله. اطلع يا عاصم. اطلع يا اخوي. اطلع. فين يا عاصم؟ عايزة ايه يا ألفت؟ انا مش ناقص. هو انا مش من حقي اسأل ولا ايه؟ هنادي لابويا عشان نطلع الجنازة. طب وبعد الجنازة؟ عايزة ايه يا ألفت؟ انا مش طايق نفسي. انا عايزة اروح بعد الجنازة على طول. عيب عليك الكلام ده. انت مش حاسة بالنار اللي قايدة جوانا؟ وهتحس بينا ليه؟ كانت واحدة مننا ولا كانت واحدة مننا عشان تحس بينا؟ منكم؟ هو عشان انا وانتي متجوزين راجل واحد ابقى فلاحه زيك؟ طب اتسخمي على عينك يا وليه. والله لولا الحزن اللي احنا فيه لكنت جبتك من تلابيب شعرك ووريتك الفلاحه دي ممكن تعمل فيك ايه يا بتاعه البندر. يا ليله الحي. وبهجت قاتل اختك هنسيبه. اكرام الميت دفنه يا حاج. يلا بينا نطلع الجنازه وناخد العزاء وبعد كده نفضل بهجت واللي جابه بهجت. معك حق يا ولدي. عاصم. ايوه. في حاجة فاتتنا. ايه هي يا حاج؟ اختك ماتت قبل الولادة ولا بعدها؟ معرفش يا حاج. انا وصلت المستشفى لقيتها ميتة ومحدش جاب سيرة عن أي مولود. كان مفروض إن مولودها يندفن معاها لو كانت ولد ميت، مش كده يا عاصم؟ بعد الجنازة تنزل اسكندرية تتأكد من الحكاية دي. الأوضة دي بقى ما تتحركش منها أبدا. حاضر يا معلم، بس يعني كنت هحتاج مية سخنة عشان الرضعة بتاعت البنت. أي حاجة تحتاجها دي وهجيبها لك على طول. المهم أنت رسقت أمورك بقى عشان لما توصل بالسلامة عارف هتعمل إيه؟ ما تقلقش عليا، أنا خدت كل الأوراق الرسمية بتاعت المهمة وكمان الباسبور. ربنا يستر بقى على البنت أقدر أحافظ عليها لأن البنت دي غالية عليا أوي. ربنا يخليها لك، بس شكلك كده الفلوس معاك مش كفاية. معلش يا معلم انا عارف اني مقصر معاك لكن يعني. يا راجل بتتكلم في ايه؟ انت فهمتني غلط. خد خلي دول معاك دلوقتي لغايه ما ربنا يسهل الحال. بس ده كتير قوي يا معلم. ولا كتير ولا حاجه، دول كلهم 200 دولار خليهم معاك كده احتياطي. ها تؤمرني باي حاجه تانيه؟ شكرا قوي يا معلم. عايزك لما توصل بالسلامه تطمني عليك ان شاء الله. ابعت لي على طول ان شاء الله. مع السلامه يا استاذ بقى. ممكن اعرف اخرة قعدتك دي ايه؟
همشي غير لما اشوف الدكتور اللي عمل العمليه الناهت. لازم اتاكد بنفسي ان المولود مات. وابو علي هيكذب عليك ليه بس؟ ابو علي كان معايا ومراته هي اللي قالت لي، يعني ما شافش حاجه. عصر انا اعصابي تعبت خالص من الموضوع ده، ولا ناسي اني حامل والتوتر مش كويس عشاني. حبيبتي ما انت اللي اصريتي انك تيجي معايا. ما انا عايزه اهرب من جو المناحه اللي عندكم في البلد ده واغير جو. ثواني ثواني هشوف حد يستعجل الدكتور. ياه مش هنخلص من الموضوع ده بقى. يا حسره قلبي عليك يا نايم، ضيعت عمرك بسبب واحد خسيس. اه لو كنت شفت عز ابوها قد ايه يا ام علي. اهي لا طالت لعز ولا وز ولا حتى فرحت بالبنت اللي هي خلفتها. بنت زي القمر يا ابو علي. يا ستي اهو التراب لمهم سوا. لم مين يا راجل؟ تف من بقك. ده ابوها اول ما شافها من هنا مسكها بايديه واسنانه وقال لي هي دي سبب عزي. الله، انت مش قلتيلي ان المولوده ماتت؟ انا يا راجل انت هتقولني كلام ما قلتهوش. أنا قلت لك إن ناهد أول ما شافتها من هنا والسر الإلهي طلع من هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين حتى بنت زي القمر بيضة وعينيها خضرة زي ولاد الخواجات. وبعدين بقى ده أنا قلت لعاصم بيه إن المولود نزل ميت، الراجل هيقول عليا ايه بقى دلوقتي؟ يقول ولا ما يقولش؟ لا احنا هنشوفوهم تاني ولا هم عايزين يشوفونا. ده كفايه ان احنا هنفكرهم باليوم الاسود ده. على رايك هو يعني بهجت مستني قلتي ده الغرباوي ولو حب يسامحه مش هيسامحه الا عشان بنت ناهد. ما اقدرش اسكت وانا عارف ان الخبر ده هيخفف كتير من حزن ابويا على ناهد. الكلام ده لو عرفته البهجة الطريق سواء هو او بنت ناهد. ابويا مش هيسكت لغاية ما يعرف طريقهم ويوصل لهم. اكيد عشان بنت ناهد اللي هتحل مكانه لامها في كل حاجة حتى في مراس ابوك. خير ربنا كتير. تبقى ناسي المصنع اللي هيبنيهولك بابا، مصنع اللحوم الجاهزة اللي هيتكلف ملايين. مش دخل عيشة بس في أم الخير. ما تبطل الأمثلة الفلاحي بتاعتك دي بقى يا عاصم وتسمع كلامي. أنا ما أقدرش أخالف كلام أبويا أبدا. خلاص سيب الموضوع ده علي أنا، كأني أنا روحت المستشفى وسألت. بس دي بنت أختي يا ألفت. أنت ناسي كلام الدكاترة؟ مش قالوا لك إنها مولودة تعبانة وعيانة وإنها محتاجة رعاية جامدة جدا؟ وطبعا واحد في ظروف بهجت مش ممكن هيعرف يرعاها وهتموت منه. طب لو ظهرت او ابويا عارف طريقه؟ انت ساذج وعلى نياتك قوي يا عاصم. انا بخاف من ربنا، يعني ما اقدرش اموت بنت اختي وهي عايشه. بنت اختك اللي بتتكلم عنها دي هتورث ملايين، وبهجت ممكن البنت تموت منه ويجيب لكم اي بنت من اي مستشفى او ملجا ويقول لكم انها بنت ناهد. ابقوا اثبتوا بقى انها مش بنتها. اه صحيح، واكيد بهجت عارف ده كويس قوي وعارف ان البنت هتموت منه وعشان كده خطفها وهرب. ولو ظهر بعد سنه ولا اتنين وجاب لكم بنت من اي حته مش هتقدروا تقولوا انها مش بنت ناهد. طب والعمل دي فعلا حاجه تحير، كان لازم نشوفها. يبقى لازم نسد على بهجة أي منفذ ممكن يدخل منه ونعرفه إن إحنا أذكى منه. يعني هنعمل إيه؟ إحنا مش هنعمل حاجة يا عاصم، الفلوس هي اللي هتعمل. ملوش أي أثر في اسكندرية يا غرباوي بيه، وأكيد إنه هرب على مصر قبل ما ندور عليه هناك. وما سألتوش في مصر ليه؟ أخذنا عناوين قرايبه هناك وكل اللي يعرفوه في اسكندرية، حتى اللي بيشتغلوا معاه في الشركة ومن جيرانه كمان.
خدوا الفلوس دي وتنزلوا مصر الليلة تقلبوها عليه. هيحصل يا غرباوي بيه. سلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير يا بابا. اهلا يا عاصم. عملت اللي قلت لك عليه؟ ايوه بابا، رحت وطلع كلام ابو علي مظبوط. حرام، اتعذبت قوي والبيبي كان ميت في بطنها قبل ما تولد. صحيح يا عاصم؟ للاسف يا بابا، المستشفى اللي كانت فيه ما فيهوش استعدادات كفايه، وكان مفروض تروح مستشفى احسن من كده. انا ما بسالكش عن الاستعدادات. ما حالتها كانت محتاجه دكتور كبير ينقذها وينقذ المولود. لا 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 لا، لكن امر الله بقى. وبتلكلك في الكلام ليه؟ ها؟ انا بنفسي يا بابا سالت كل الدكاتره اللي كانوا في اوضه العمليات واكدوا لي الكلام ده. وانت عاصم سالت مين؟ انا بابا كنت معاها، بس اعصابي كانت تعبانه ومش قادره اتكلم، انما عملت كل اللازم. وايه بقى اللازم اللي انت عملته؟ استخرجت شهاده وفاه باسم المولوده، سميتها سنيه على اسم امها الله يرحمها، والشهاده اهي اهي بابا. سنية بهجت عبد ربه. امال فين شهادة وفاة الأم؟ جبتها بابا بالمرة. دي صورة مستخرج من الأصل. الظهر الأصل خده بهجت، إنما ده مستخرج رسمي زي الأصل بالظبط. يعني بهجت هو اللي بلغ عن الوفاة؟ أيوة يا بابا، واسمه هو في المستخرج. والله بعرف أفك الخط، أنا بس بسأل إزاي يعمل شهادة وفاة لمراته وما يعملش شهادة وفاة لبنته إذا كانوا الاتنين ماتوا في ساعة واحدة؟ ايوه يا بابا، هو اكيد كان مستعجل، فكان اللي يهمه يثبت ان هو ارمل فطلع شهاده وفاه مراته، وبعدين بنته ما كانش مستخرج لها شهاده ميلاد اصلا. كمال. نعم يا عم. عش ضيوفك، جوزك وضرتك. واحنا بابا محتاجين مضايفة؟ أمال هي ست البيت وكلنا ضيوف عليها. تصبح على خير. أعمل لكش لقمة تقوي بها نفسك يا عمي. اعملي لي كوباية قهوة من فضلك. حاضر. ويا ترى بقى هتعشينا ايه يا ست البيت؟ مش بدودو يا اختي؟ حلو يا وليه انت قبلي اهدي، ده اللي اختي شو ماتوا ليكي نفس تحطي حاجه ببطنك؟ الله يرحمك يا ناهي. عملت لك لقمه كده على قد ما اقوسه تقوت نفسك بيها قبل ما تشرب القهوه. قولي لي امال. نعمين يا عمي. انا ظلمت ناهد لما حكمت عليها تتجوز اخوك عثمان. هي اللي ظلمت نفسي،
كانت اتجوزت عثمان اخوي كان حيصونها، ما هي بنت عمه. انما انت برضو غلطان يا عمي، كان لازم ترجح. انا ما عرفت لهاش مكان من ساعه ما هربت. باجت الملعون ده بيعرف كيف يتخفى زي الحية وسط الدرة. يصير الحية يتلقى، ده اللي أنا بطلبه من ربنا، إن أعيش لغاية ما تلقى فيه. بس يا عالم بقى، شهر ولا اتنين، سنة ولا عشرة، المهم اني اعيش لحد ما اتلقى فيه، عشان انتقم لحسرتي على بنتي اللي عمر السنين ما حتنساها لي. ادخل يا عثمان. صباح الخير يا عمي. هي مرات ابن عمك غارت ولا لسه؟ والفت؟ لا لسه موجودة. قول لعاصم يوديها عند ابوها في مصر، وان كان هو راخر عايز يروح معاها يريحني. ايام العزا خلصت. اني عمري ما شفتك كره وجودهم زي المرة دي. اصلهم قلالات الحياة، ما بيرعوش الاصول وحرمة بنت الميتة. دايما صوتها عالي وبيوصلني وانا هنا، وهو ما يكلفش خاطري يقول لها اختشي على دمك واسكتي. قولي لك بيضتين ثلاثه عشان يوردنوا وشك شويه. لغي يا اختي، لغي اتغسلي، تأمريش بحاجه تانية. اموري انا لو عوزت حاجه مش هستأذنك. بصي مفيش حاجه في البيت ده بتتعمل الا باذنني. هو انت تقدري تقولي لي لا؟ ايه اقدر ونص، بس احنا ولاد اصول، واولاد الاصول ما يهنوش ضيوفهم ابدا. لا يا حبيبتي، ده بيت جوزي وليا فيه اكتر منك. بقى مرت ايه يا حبيبتي، كنت بنت عمه ولا كنت بنت عمه؟ لا، مراته اللي بيحبها وما بيفكرش في واحدة غيرها أبدا ولا بيتجوز عليها. هي قليلة الأدب يا بكحة، يا معين فارغة، يا معين زايغة، يا خطفة الرجالة. عاصم يا عاصم يا أبو رأفت. ايه في ايه؟ مالك يا مال؟ ايه الحكاية؟ الولية دي تمشي من هنا يعني هي في البيت. ايوه يا أختي، اتكهني اتكهني. ايه يا مال انت كلمتي؟ ازاي تطرديها من بيتها؟ هو كان بيتك لوحدك؟ هي هتتفرس وتتنقط من ساعة ما عرفت اني حامل. اسم الله يا اختي، ليه؟ خلفة ومخلفة، والبطن اللي تشيل واحد تشيل عشرة، واللي خدته القرا تاخده بشعر اصفر. وعموما انا هريحك. عاصم طلقني طلقني عشان اني زهقت منك ومنه، ما عدتش قادرة استحمل. طلقني يعني طلقني طلقني.